نتحول إلى مراسلنا محمد العرب من مطار الحديدة الذي يتواجد الآن برفقة فريق سكاي نيوز عربية. محمد، ضعنا في تفاصيل التطورات لديك. نعم فيصل، استطاع فريق سكاي نيوز عربية الوصول إلى أولى مباني المطار. ما زالت هنالك عمليات تمشيط للجيوب داخل المطار وكذلك تفكيك لحقول الغام. الميليشيات لغمت المباني ولغمت ما حول المباني، والجهد الهندسي على قدم وساق. نتحدث عن جهد غير مسبوق لألوية العمالقة والمقاومة الجنوبية، حيث قاموا بالتوزع بين تفكيك الغام، بين تأمين المناطق التي تم السيطرة لها. أتواجد أنا وفريق سكاي نيوز هنا، لدينا لقطات أولية ستصلكم وربما وصلتكم الآن عن من داخل المطار، توضح تجول الآليات العمالقة في على مدرج المطار وعلى مقربة من المطار. الميليشيات بعد انسحابها من مواقعها في المطار الأحياء السكنية قصفت يعني بشكل عنيف بقذائف الهاون، إلا أن قوات العمالقة يعني الخبيرة بهذا النوع من الاشتباكات استطاعت أن تفرض سيطرتها على مساحات شاسعة، وهي في حالة الآن تمشيط لباقي المناطق. نستطيع أن نقول أن المطار من الناحية العسكرية والتكتيكية أصبح في قبضة العمالقة، وانتزاعه أمر صعب. هنالك قوة مساندة أيضا من كتائب العمالقة ومن ألوية العمالقة تصل الآن وتتوافد على البوابتين الجنوبية والغربية. ما حدث عملية اقتحام عسكرية من الطراز الرفيع، استطاعت فيها ألوية العمالقة بسط نفوذها بشكل سريع. عملية التأمين قد تأخذ بعض الوقت، حتى أن عملية تأميننا نحن كصحفيين، يعني نحن الآن نتواجد في مؤخرة القوات مع قوات العمالقة، ونطمح أن نظهر ببث مباشر إن شاء الله في ساعات هذا اليوم في حال تم تفكيك شبكات الغام وتأمين المنطقة. نعم.